الصداوي، الصداوي أمام علان، قدم يسرى أولى لفريق الأهلي. متابعة بسمع فرحة الجدعان، يا له من تصدي يا صداوي أمام أبو حبيب. هل سيفعلها أم يضيعها؟ أبو حبيب ركلة أولى يسجلها بكل خبرة. لاحظ لاحظ لاحظ، وضع الكل موجودة. خلدون أمام الصداوي، خلدون يسجل، خلدون خلدون صوب تصويبة واحدة وسجلها. صوب هم أقدام يسرى وليد عباس، الإثارة لا تموت. وليد لبلاطة، لاحظ التصدي أمام الجدعان. إحسين جوهر أمام الصداوي، إحسين يصدها عندما أضاعها. لاحظ لاحظ لاحظ، إحسين محمود أمام عزمي، محمود يضيع، مستحيل هذا النهائي. عزم الشويكي تصدى، لاحظ يا ولد الذي نزل بديلا للاعب مصعب ابو سالم. عيد امام الصداوي، العكاوي يا الاهلي، اوه يا الاهلي، لا اصدق. لاحظ هنا الروح، شيء لا يصدق، شيء تغزل في بلاطة، ولكن حتى الآن بلاطة يرفض. أحمد مساعد والرابعة، يسجل الرابعة، ركلتين لبلاطة وركل الأهلي. الكرة اصطدمت في القائم ودخلت، ولاحظ خليفة يبكي واللاعبون يبكون والأعصاب مشحونة. يا إلهي يا إله، لم ولا تحتاجون لمعلق. ماهر في آخر ركلة، ماهر ينجح، أحمد ماهر هل يسجل الركلة الأخيرة، الركلة الأخيرة. لا تصدقون ماذا أشاهد، من يقف يقف ومن يجلس يجلس. أردنية الركلة الأخيرة، أردنية ويضيعها، مستحيل مستحيل هذا السيناريو، مستحيل هذا السيناريو. الكأس تنادي بلاطة، وبلاطة يقول أنا لا أريد الكأس، وبلاطة يقول أنا لا أريد الكأس. لاحظ التصدي من الشويكي، تحسم الركلة بركلة الآن السادسة للأهلي. عزمي الشويكي الحارس، عزمي عزمي ويسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عزمي الشويكي، والكرة الآن ما بين أقدام بلاطة. لاحظ كيف خدم أبو رويس فراشة بلاطة، هل سيودع بلاطة أم سيبقى في اللقاء؟ ويسجل ويسجل أدهم أبو رويس. سجلوا كثيرا، ولكن الأهم حتى الآن لم يحسم، لم يحسم قريب، ولكن من سيكون الأقرب؟ إعسالي المدافع أمام الصداوي، إعسالي إعسالي يا ولد يا ولد يا ولد يا إعسالي يا ولد يا فايز، يا لها إعسالي. الآن الكرة تعود عند لاعبي الجدعان. ركلة جزاء لبلاطة الآن، الركلة السابعة لبلاطة. بدر ساوي، خلاص 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 خلاص، الأهلي يا ناس يفوز بالكاس. الأهلي المارد الأهلي خلاص يسجلها ويدونها لأول مرة في تاريخ النادي، يسجل بأنه بطل لكأس فلسطين. النادي الأهلي يتوج بطلا لكأس فلسطين، حصر على لاعبي الجدعان، حصر على لاعبي بلاطة بعدما كانت الكرة في ملعبهم، بعدما كانت الكرة خلاص تريدهم، ولكن كما قلت الكأس تنادي الجدعان، والجدعان لا يريد الكأس. وهذه حقيقة في هذا اللقاء، هذه حقيقة كانت في هذا اللقاء. بعدما أضاع الأهلي أول مرة ثم
أضاع الثالثة ثم أضاع الرابعة، وكانت ركلة الحسم في الركلة الخامسة لفريق بلاطة، ولكن أضاعها لاعب بلاطة لتصبح الكرة عند فريق الأهلي ويتوج بطلا لكأس فلسطين. نعم، لأول مرة في تاريخ هذا النادي المارد الأهلاوي يفرح كبطل لكأس فلسطين بعد سيناريو مجنون، بعد سيناريو مهبول، بعد سيناريو كله متعة وكله إثارة، سيناريو حبس الأنفاس، سيناريو حبس الأنفاس، بكاء للصداوي، بكاء لكل لاعبي بلاطة، بكاء لكل طاقم مدرب بلاطة خليفة الخطيب، الصداوي كلهم، أبو حبيب، فادي لافي، مودي، أردنية، كلهم نقول لكم هارد لك، هارد لك لهذا الفريق الذي أمتع والذي متع طيلة الدوري منذ انطلاق الدوري حتى آخر لحظاته وحتى في الكاس. وهنا الفرحة، 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 هنا الفرحة للاعبي الأهلي.